أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم أطيب التحايا من استديوهات البث الفضائي في جامعة الملك فيصل، وعبر قناة عالي نتابع سوية عدسة الجامعة في حلقتها التاسعة. مجموعة من الأنشطة والتقارير هي زوادة هذه الحلقة، والتواصل ما بين الجامعة جامعة الملك فيصل وبينكم أحبتي موصول بالمحبة، وموعود دائما بمد الجسور وفتح النوافذ الواسعة لكي تكتمل الصورة. أعزائي المشاهدين، يستمر توافد طلابنا الأعزاء إلى الجامعة، بعضهم يدخلها للمرة الأولى وآخرون يعودون بعد انقطاع، والجامعة ممثلة بعماداتها تحضر دائما في مثل هذا اليوم احتفالاتها لاستقبال أبنائها الجدد. لنتابع ما حضرته عمادة شؤون الطلاب والجامعة في يوم التهيئة لهذا العام. استطعتم بتفوقكم وبجهدكم وبمثابرتكم أن تكونوا أحد منسوبيها في هذا العام في هذه السنة الأكاديمية. بتوجيه من سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور بدر بن عبد اللطيف الجوهر، أقامت عمادة شؤون الطلاب يوم التهيئة للطلبة المستجدين صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر شوال لعام 1434 للهجرة. وتهدف الجامعة من إقامة اليوم التعريفي إلى تهيئة الطلبة المستجدين نفسيا وأكاديميا، وتعريفهم بالخدمات المتوفرة بالجامعة ومرافقها واللوائح والأنظمة والإرشادات التي تهم الطالب الجامعي، والإجابة عن استفسارات الطلبة وتسهيل الإجراءات التي ينبغي على الطلبة المستجدين القيام بها. طبعا هذا اليوم المفتوح يتم فيه لقاء بين الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس من الكلية، ويكون خارج الكلية، طبعا يكون في أحد الاستراحات اللي موجودة، ويكون فيه طبعا فيها عدة أنشطة. طبعا يتم ايضا في اليوم مفتوح تكريم الطلاب المتفوقين، طبعا الطالب المتفوق هو اللي يحصل على امتياز. ودعوة الطلبة للانخراط في أنشطة عمادة شؤون الطلاب والمشاركة الفاعلة فيها، حيث تم التنسيق والتواصل مبكرا مع الكليات والعمادات والإدارات في هذا الشأن. وقد اشتمل برنامج يوم التهيئة على عدة فقرات مميزة نالت إعجاب الحضور، تضمنت التعريف بالكليات وأقسامها وبرامجها، وتسليم الجدول الدراسي متضمنا موعد بدء الدراسة وأوقات المحاضرات، والتعريف بالخطة الدراسية والمرشد الأكاديمي، إضافة إلى القيام بجولة داخل الكليات للتعرف على الفصول والمعامل ومخارج الطوارئ وأماكن الاستراحات والكافيتيريات. أجمل شيء في هذه الحياة هو أن تعيد البسمة على الوجوه الحزينة، وهذه هي مهنتكم الشريفة والنبيلة في المستقبل. لذلك حق لكم بالتهنئة لحصولكم على مقعد دراسي في كلية الطب. وإلقاء محاضرة حول أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية الوطنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأندية والمسابقات الطلابية وعشائر الجوالة والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج لعام 1434 للهجرة، وتسليم البطاقات الجامعية والهدايا على الطلاب والطالبات، وحث الطلبة للمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس، وعرض بعض منجزات الطلاب والطالبات في المؤتمر العلمي الرابع. يذكر أن عمادة شؤون الطلاب قد أعدت مواد تعريفية إلكترونية للطلبة المستجدين، وهي الدليل الإرشادي لطلبة الجامعة ودليل المسابقات الطلابية، وتم توزيع نسخ إلكترونية منها على الطلاب والطالبات. وقد تضمن الدليل الإرشادي نبذة عن الكليات وبرامجها الأكاديمية وأقسامها ومراكزها العلمية والعمادات المساندة والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الهامة مثل إدارة الأمن وإدارة السلامة ومجمع العيادات الطبية بالجامعة والخدمات التي تقدمها للطلبة. عدسة الجامعة هذه الحلقة قصدت أجمل المناطق الأثرية والتاريخية في المحافظة. جبل القارة متعة للزوار
متعة طبيعية وثقافية في آن واحد. تعالوا نترافق سوية لنشاهد هذه الوجهة السياحية الجميلة. جبل الجارة. يقع جبل الجارة بالأحساء على بعد 13 كيلومتر إلى الشرق من مدينة الهفوف، في وسط واحة خضراء يرتفع نخيلها للأعالي. تبلغ مساحة قاعدته حوالي 1400 هكتار، ويتكون من صخور رسوبية، ويشتهر بوجود عدة كهوف تختلف في مساحاتها. تأتي أهمية تلك الكهوف في كونها تتمتع بجو بارد في فصل الصيف وجو دافئ في فصل الشتاء، وبذلك تعتبر من أكثر الكهوف الجبلية أماناً في العالم. ويضاف إلى ذلك الجمال الساحر الذي تظهره الأسقف الجبلية لتلك الكهوف، إذ إن أسقفه تتكون من قطع جبلية صغيرة وكبيرة ملتصق بعضها ببعض بشكل يظهر وكأنها منحوتات فنية غاية في الإبداع والجمال. والله الجبل جدا رائع، جدا جدا رائع، يعني هذا الحمد لله يعني هدية من ربنا الحمد لله، يعني مو البني آدم اللي سواه، يعني هذه من الطبيعة الحمد لله، جدا رائع. مدينة الحساء يعني مدينة تاريخية، يعني فيها آثار، فيها المزارع، يعني والجبل يعني معروف كتاريخ، يعني يشهد نقلة تاريخية كبيرة يعني. وكذلك الزوار، زوار المملكة العربية السعودية من شتى مناطق، يعني إلى يعني يكون مقصد تاريخي لهم. والجبل والله انا عن نفسي اول زياره لي، لكن ان شاء الله انه يعني تكون زياراتي متكرره باذن الله تعالى. وينفرد اهالي الجاره والقرى المجاوره للجبل بمعرفه الطرق المؤديه لتلك الكهوف ومساحاتها المظلمه والمضيئه وما تحويه من عجائب وغرائب. ومن الملاحظ أن كتب التاريخ لم تتطرق لدور جبل الجارة في العصور المتقدمة، إلا أن بعض المعلومات المتوافرة تفيد أن قبائل متنقلة سكنت سفح هذا الجبل واستمتعت بأحواله الجوية الطبيعية، واتخذت من ارتفاعه الشاهق مرصداً طبيعياً لمراقبة الغزاة وقطاع الطرق. وعندما نبحث عن تاريخ تسمية هذا الجبل باسم جبل جارة أو جبل الجارة، فإن المعنى اللغوي لكلمة جارة هو الذي يقودنا إلى معرفة هذه التسمية. فالعديد من المعاجم اللغوية تبين أن هذه الكلمة تعني الجبل الصغير المنقطع عن الجبال وغير المتصل بجبال أخرى، وتشكل كومة صخرية هائلة. جبل الجارة تاريخ وحاضر وموقع سياحي يستحق الزيارة والتأمل، وامتداده الذي بدأ من قديم التاريخ سيمتد لا شك نحو المستقبل. جهات كثيرة تضع الكثير من الخطط لكي تساهم في تأمين مستقبل شبابنا، ولعل ملتقى شباب الأعمال الذي سيعقد بعد أسابيع خير دليل على اهتمام مؤسسات المجتمع وجامعة هذا المجتمع بمستقبل الخريجين والشباب السعودي الطموح الباحث عن فرصة. تقريرنا نتابعه معا. يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية عام 2013 الذي تنظمه غرفة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2013 المقبل على أرض شركة معارض ظهران الدولية على طريق الدمام والخبر الساحلي، ذلك بموجب اتفاقية التعاون بين الغرفة والشركة لتنظيم هذه الفعالية. وكان الملتقى عقد العام الماضي في فندق الانتركونتيننتال بالأحساء، وكانت الجامعة شريكاً أكاديمياً حاضراً فيه من خلال الطلاب المشاركين من خريجيها ومنسوب الجامعة وأساتذتها.
وكان لحضور كلية إدارة الأعمال من خلال أوراق العمل التي تقدم بها أساتذتها، خاصة عميدها الدكتور محمد الشقاوي الأثر الفاعل. ولن تغيب الجامعة عن ملتقى هذه السنة كحضور أكاديمي وشريك فاعل وحضور لطلابها ومنسوبيها ورؤيتها المبدعة بالشراكة المجتمعية. طبعا احنا كدور الجامعة معانا في لجنة الجامعة وبالذات يمكن حتى في فعالية الملتقى هذا دور كبير. معنا عضو فعال هو الدكتور عبد الملك مزهودة، في معنا عضو لجنة الشباب الأعمال، وكان له دور الله يجزيه خير في إعداد ملفات هذا الملتقى، إعداد المحاور. برضو يعني أشكره من هذا المنبر، أشكر الدكتورة صباح يعني عضو هيئة التدريس في الجامعة، برضو كانت مساعدة كبيرة لمحاور الملتقى. كل نشاط تقوم فيه الغرفة فالجامعة شريك فيه، وكل نشاط تقوم فيه الجامعة فالغرفة شريك فيه. أنا أعتقد أنهم كونوا شراكة نافعة جدا لمنطقة الأحساء، والتي نطمح إن شاء الله أن تكون في مزيد في الفترات القادمة. هذه الملتقيات تطرح واقع المشاريع التي يملكها ويديرها شباب وشابات الأعمال، وأهم المعوقات التي واجهتها، والحلول العملية التي ساهمت في تخطي تلك المعوقات وكانت سبباً في نجاحها وآفاق تطورها وإمكانات نجاحها في المستقبل. ما بين المدرسة الأولى وأكبر مدارس محافظة الأحساء خيط رفيع من وفاء ومحبة. المدرسة الأميرية كانت الأولى وتخرج منها رعيل من الكبار، والمدرسة الثانية الأكبر هي جامعة الملك فيصل، وما بين القديم والراهن كثير من الجمال والفائدة. نتابع هذا التقرير. تعتبر مدرسة الأحساء الأميرية أحد أهم المعالم السياحية في المنطقة، وخاصة للزائرين الذين يرغبون في التعرف على نشأة وتاريخ رجالات التعليم في الأحساء، التي زخرت منذ القدم بعدد كبير من الكتاتيب تجاوز عددها 20 لتعليم الصبيان. فاستطاع المعلمون الأوائل من رجال الدعوة إثراء النشاط الثقافي والديني في المنطقة، وخرجوا كثيراً من العلماء والقضاة. تم افتتاح مدرسة الأحساء الأميرية في شهر محرم لعام 1360 للهجرة تحت رعاية الأمير سعود بن جلوي أمير الأحساء، وبحضور الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي نيابة عن الأمير سعود. وقد حضر الافتتاح كوكبة من رجال العلم بالأحساء والأهالي، ومحمد بن علي النحاس مدير المدرسة الذي تمكن من إنشاء مبنى المدرسة كمقر دائم لها وباسم مدرسة الأحساء الأميرية، وذلك بعد أن تم إغلاق مدرسة الأحساء الأميرية والواقعة في مبنى الحميدية بجوار سوق القيصرية ليكون مقراً للشرطة. تلقى طلاب المدرسة بداية علوم الدين وعلوم الحساب والرياضيات وعلوم التجارة، وكانت المدرسة تضم عدداً من الطلاب إضافة للطلاب المسجلين ما بين عام 1356 حتى عام 1360 للهجرة، والذين درسوا في بيت نعيم ومدرسة الأحساء الأميرية. وقد تخرجت أول دفعة من المدرسة وعددها 70 طالباً سنة 1362 للهجرة. مبنى المدرسة يغلب عليه الطراز الإسلامي، حيث شيد مدخل المدرسة الشرقي وفقاً لفن العمارة العربي الإسلامي، بحيث يبرز على الجدار الشرقي للمبنى باتجاه الشرق مشكلاً شرفة يرقى إليها الداخل عبر سلمي درج على جانبي المدخل. ويتوج المدخل 4 عقود
اثنان مقابلان للباب المؤدي إلى داخل المدرسة يحملهما ثلاثة أعمدة، وآخران متقابلان يعلوان نهاية درج المدخل من أعلى، وتتخلل جدران المبنى الخارجي من الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية نوافذ كبيرة مستطيلة الشكل تطل من خلالها غرف المبنى على الشارع، ويتوسط المبنى من الداخل فناء مربع الشكل تقريبا تحيط به من الجهات الأربع أروقة تحملها عقود نصف دائرية تتوج صفوف الأعمدة المطلة على الفناء، بحيث تبرز فنون العمارة المحلية المستقاة من فنون العمارة العربية والإسلامية. ويوجد بهذه الأروقة عدة أبواب تنفذ من خلالها إلى القاعات الدراسية، كما يظهر للداخل إلى المدرسة عبر بابها الرئيس على جانبي المدخل مباشرة غرفتان متقابلتان كان يشغل هاتين الغرفتين طلاب السنوات الخامسة والسادسة. وبعد هاتين الغرفتين توجد قاعتان كبيرتان متقابلتان، إحداهما شمالية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وجنوبية مخصصة للرسم. وكانت تزين حيطان الصفوف المتقدمة مثل الصف الخامس والسادس خريطة أو أكثر من خرائط القارات السبع لأغراض تدريس مادتي التاريخ والجغرافيا. كان هناك عدد من المعلمين البارزين قاموا بالتدريس في المدرسة، تلك كانت أول حاضرة للتعليم في الأحساء، ومنها انطلق كثيرون لينشروا العلم في الشرقية والمملكة، والفارق كبير بين الأمس واليوم. مدرسة واحدة يتيمة تفرع عنها مدارس بلا عدد، ثم كانت الجامعة جامعة الملك فيصل الصورة الأبهى لانتشار التعليم وكبير الاهتمام به من قبل المسؤولين. مدرستان ستبقيان شاهدتين مدى الأزمنة، الأميرية كينبوع انطلاق، وجامعة الملك فيصل كمصب كبير وواحة للعطاء العلمي لا تسقفه ولا تحده حدود. عدسة الجامعة في حلقتها التاسعة انتهت، إلى اللقاء في حلقات قادمة نسلط فيها الضوء على أنشطة الجامعة وأخبارها، ونرحل مع العدسة إلى رحاب المجتمع مستهدفين تصوير هذا الانسجام الخلاق بين الجامعة ومحيطها. ترقبوا كل جديد في الحلقات القادمة من عدسة الجامعة، في أمان الله.